الدرر النقية في أذكار وآداب الطريقة الصديقية لأبي الفضل عبد الله الصديق الغماري الله 1995 مكتبة الوالد القارئ السيد يوسف هاشم سي عبد الرفاعي. الشيخ يسري جبر يقول إن شيخ الغماري. المهم سمعوا يا شباب، ورد من مكتبة الوالد السيد يوسف هاشم سي عبد الرفاعي وزير نائب شيخ الطريقة رفاعي الصفية، ورد الطريقة الصديقية. استغفر الله ما أتمرة، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. رقوها يقرأ هذا الورد بعد صلاة الصبح ومثله بعد صلاة المغرب، فبالتزام الشخص بهذا هذا الورد يصير من أهل الطريقة منسوبا إليها ومحسوبا عليها، ولا يصح تركه إلا لعذر كمرض مانع. قولوا آمنا. أمنا بالله ونوينا أن نحن نصير خلفاء سيد أحمد الرفاعي والبدوي والقيلاني والدسوقي والشاذلي والبعلوي والسقاف العدروسي الدار السنوسي العلاوي العروسي النقشبندي التيجاني الإدريسي كل أولياء الله الصالحين سيد أبو المرسي سيد العارب بالله سيد الفرغلي والجميع سيد الرواسي. مدد مدد وأنا معاكم. قول مدد. قولوا آمين. آمين والله يشهد. سيد الرفاعي يقول يشهد من شاهد والله خير الشاهدين.